صحيح، انتو شو رح تعملوا بس تتزوجوا؟ رح تسكنوا بنفس هذا البيت؟ ايه طبعا حبيبي، لكن دفعت كل هالمصاري رح تروح اسكن مكان تاني؟ كتير منيح، اساسا البيت بكفيكم وزيادة، بس في كم شغلة بالبيت لازم تصلحها. ايه رح صلحها، رح زبطه على الاخر، ما بقى فيني طنش لانه العروس ما رح تقبل. انت لا تاكل هم هذا الشيء ابدا، بكره بنفض لك اياه وبنخليه عم يلمع من جوا ومن برا. ما بتأثر يا مهند، وكمان عم فكر اشتري فرش جديد وبراد كبير وغرفة نوم وشوية شغلات. ايه بصير، بس ما فيني اشتري كل هالاغراض مع بعضها، يعني عم فكر كل فترة بشتري لي غرض. والله يا صاحبي طلع الزواج بكلف كتير. لا يكن لك فكر، بكرة منتساعد على كل شيء. ما في مشكلة، انا حكيت لها وضعي لنعمات وهي حرام مقدرة ظرفي وما عندها أي طلبات مثل هالبنات. أساساً أنا وهي مثل بعض، ما عم نستنى مساعدة من أهلنا. زبطها منيح. آه، يعني الحال من بعضه، رح نعيش على قد إمكانياتنا. سيك وقف. ما رح نصرف ولا ليرة مو ضرورية. كأني عم بحكي مع حالي؟ أنا منتبه لكلامك، بس بصراحة حاسس حالي تفكيري محصور بنيرمين. المرة كانت مدرسة، وقت اللي رحت لعندها هداك اليوم شفت مقابيل تختها صور لأولاد صغار. يعني بشير بيك عم يتصل. بشير بيك، أنا كنت رح أتصل فيك. مهند يا ابني، عرفت شو عامل الكلب فرحان؟ خير، شو صاير؟ الشباب يلي بعتلكن ياهن حراسة لامومن واحد ورا واحد وبعت لي ياهن كرسالة. كيف؟ بس أنا ما رح أسكت على هالشي أبدا، رح أتعامل معه بطريقة تانية. كنت رح اتصل فيك لخبرك اني رحت على النيابة العامة واشتكيت عليه، ورح يبدو بالتحقيق وقدمت طلب ليتنصتوا على تليفوناتنا. وكمان لقينا خيط يوصلنا للمرة. الو بشير بيك، الو، سكر التليفون. ايه طبعا رح يسكر. معقول تقول له تليفونك مراقب ويضل عم يحكي؟ بهالحالة رجعنا نشتغل لحالنا يا صاحبي. يلا.